عليكم. On va présenter la météo de la journée de 22/6/2022 dans l'aéroport de Rouen et Boumediene. قبل كل طلعة جوية نديرو لو بريفينغ، نشوفو الحالة الجوية، ومن بعد نديسكوتيو في لا ميسيون اللي راح نخدموها. اونسويت اون فا كومونسي لو فول تاعنا. مديرية الوحدة الجوية الوطنية أنشئت لتقديم دعم جوي لقوات الشرطة في الميدان، حيث ما يخفاش عليكم في دول متطورة يستعملوا هذه الحوامات لتسهيل عمل تاع قوات الشرطة. وشفنا احنا في التجربة تاعنا عندنا دروك من سنة 2023 نحتفلوا ب 20 سنة من إنشاء هذه الوحدة. وهذا التجربة اللي عندنا بينت أهمية هذه الحوامات في تسهيل هذه الأعمال تاع الشرطة. عندنا طيارين ممرنين ديزاستركتور، هما يجوا طيارين جدد هما يخدم على العتق تاعهم ويديروا لهم ان ترافاي دو ميريسمون باش يتبعوهم باش يوصلوا طيار ربان. بالنسبه للتتبع والتدخل يعني من المهام الاساسيه تاعنا بالنسبه للمهام اللي نقوموا بها. بالنسبه للتدخل يعني في حالة طلعة جوية ووقعنا في مشكل ولا في مشكل هنا لازم علينا ندخلوا، يعني التدخل لازم يكون والتنسيق لازم يكون سورتو التنسيق. حركة المرور، أعمال الشغب، تظاهرات الرياضية، تظاهرات الثقافية ذات صدى.